دعوتهم إلى رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ووزير الداخلية إلى فتح بحث قضائي ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي. هذا باش يكون موضوعنا وحوارنا اليوم مع التنسيقية الوطنية اليوم، وخاصة حديثنا معه شكري المبروك الأمين العام لتنسيقية أعوان وإطارات وزارة الصحة. زوم سانتي. سي شكري أهلا وسهلا. السلام، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي قناة الحياة. نشكرك على تدخلك معنا. كنتوا واضحين، حكيتوا على تجاوزات خطيرة يرتكبوها في حق القطاع ومنتسبيه. أكيد. دونك هي كانت معناها من قبل احنا عندنا ملفات نقدموا فيها للقضاء، ثم ملفات في رئاسة الجمهورية. تحركنا، دونك ما كانش عندنا احنا ما عندناش اشكاليه مع منظمه حشاد، لان منظمه حشاد هي المنظمه الوطنيه الاولى في تونس واللي خرجت اجيال وبما فيهم احنا قرينا على يد المنظمه هذه وكذا. لكن اتفقنا، لقينا في اخر خطاب للامين العام للاتحاد اللي كانت معناها رساله مشفره باتم معنى الكلمه، وكانت رساله خطيره ياسر. وقت يجي يوصف التنسيقيه بروابط حماية الثورة وما حدث في سنة 2011 و2013، كانت الدعوة نتاعو هي دعوة للفتنة وإحداث معناها الاقتتال، دعوة الاقتتال بين النقابية وبين أبناء الشعب الواحد. على ذلك توجهنا بنداء عاجل للنيابة العمومية وللسيدة وزيرة العدل باش تتحرك في كل الملفات وتحاسب كل من أجرم في حق الشعب التونسي وفي حق المؤسسات الدولية. سي شكري، حكيتوا على ملفات شبهات فساد، سوء تصرف، انتداب خارج الأطر القانونية، فساد في ديوان الوطني الأسرة والعمران البشري، الشركة التونسية للصناعات، مستشفى صفاقس، سبيطار القصرين، هذوما دوسيات ولا شبهات وكهو معناتها؟ لا لا، فيها ملفات، فيها من عند القضاء وإحنا ما نجموش نتكلموا حتى حاجة بحكم اللي القضاء هو الفيصل. ما نشكوش في نزاهة القضاء نتاعنا، دونك احنا عندنا كل شيء موثق بالأدلة والبراهين قدمناه. ثم معناها كيف ما قلت لك فيما يتعلق مثلا بالدفتر العلاج اللي معناها يتم بيعه ويتم المساومة به ويتم إجبار الأعوال للإنخراط، فهمتني؟ هذه معناها مرفوضة بما أنه فيه حكم قضائي من المحكمة الابتدائية من المحكمة الإدارية. معناها ثم تجاوزات كبيره سنة كبيره في حق الاتحاد. ما يعطيك الكرني المعالج لما تكون منخرط في الاتحاد. اي به خل انا عندي موضوع حب نفهمه شويه معك سي شكري. كنت كي تحكي لي على سوء التصرف في الشركه التونسيه للصناعات الصيدليه، ونتذكرك الزياره اللي قام بها رئيس الجمهوريه وكليدات، فما علاقه كبيره بك الحاله هذيك ومتاع الدويات المكتسه غادي والمرشي نقص دواي؟ هذاك ما يعتبر حتى شيء فرابور للبلايص الاخرى اللي ما شافهاش السيد رئيس الجمهوريه. كيما شنو من البلايص الاخرى؟ معناها ثم دبوات اخرين ما مشاو لهمش وما شافوهمش. فيهم دويات هكاك بريمي معناتها؟ اي فهمتني؟ انا نعطيك حاجه يمكن اول مره باش يسمعها الشعب التونسي. الصيدليه المركزيه تملك من اسهم الشركه الوطنيه للصناعات الصيدليه 67.7%. ثم معناها دبوات فارغه للتخزين، فارغه، الا انه يتعمدوا يكريوا لبرا دبوات بالملايين. هذه معناها اربعه دوسي ثم. صفاقس، كي تقول لي صفاقس نذكر وقتك الاشكال اللي صار، كي كل ما يتم تعيين مدير نتاع سبيطار صفاقس نقاوك الاشكال، هذا جزء من الفساد اللي حكيت عليه سي شكري؟ اكيد هذا جزء، لانه ثم ناس ما تحبش شكون يجي ويكشف لهم الملفات نتاعهم. ثم تواطؤ كبير وقت يصير انت ملف من 2019 والتفقديه الاداريه والماليه تنص على احاله الملف برمته على القضاء وما يتمش احالته. لمصلحه شكون؟ لمصلحه شكون وقت يجي نقابي في نصف الليل يخلع بروايه الناس؟ وهذا مؤيد عليه في التقرير، وهذا بحث مش يقول. يقول اني انا جيت وخلعت وبدلت الكوب وكان عجبهم. هذا في عام 2019. هي هذايا في عام 2019. انا راهو ثم شوف ما يلزم يا اما تحرك وطني وهبه شعبيه وطنيه لانقاذ القطاع هذايا، لانه اصبح مزري. الناس اليوم علاش يقولوا التشنج الحاصل بين اعوان الصحه وبين المواطنين؟ علاش المواطن يجي يعتدي على اعوان الصحه؟ شكون الاسباب والمسبات اللي خلت هذايا؟ هو تدهور القطاع
اللي هو معناه تدهور القطاع خلى العون المواطن التونسي يفقد الثقة في الوزارة وفي الـ وفي الـ في, الـ في الكفاءات اللي عندنا. سي شكري، نورمالمون كيفاش تم عملية الانتداب في صلب وزارة الصحة؟ والله شوف، الانتداب هي نورمالمون موجودة حسب الديسكريتير، لكن طيلة السنوات الفارطة الكل وهذايا باش نقولها على مسؤوليتي، ما فماش نقابي من النقابيين اللي عندنا وغير النقابيين اللي عندنا في كافة القطاعات ما قامش بانتداب نتاع عائلته واولاده وعائلة عائلته. معناتها بالعائلة نقابي عنده ولده الموسعة. عنده ولده ولا ولد عمه ولا اخوه واخته وخالته، العائلة الموسعة الكل. موثق هذا؟ اكيد فماش حاجه بالكاميرا. تعرف سي شكري، ما هو علاش سالتك انا هكا؟ راهو معناتها اتهامات بالتحيل والكذب من معناتها من ابناء القطاع. استنى دقيقه 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 بركه سي شكري، هذايا الكل موثق بالادله والبراهين وبالاسماء، ونعرفوا لكل واحد وين عين وشكون تعين وكيفاش تعين. هذايا ما نحكيوش على الملف الكبير اللي هو اللي هي الانتدابات صارت العشوائيه من بعد الثوره، واللي هي معناها اللي احنا توا معناها قدمنا نفذ المعلومه في الملفات هذوما كيفاش صاروا، واللي ان شاء الله كي توصل الملفات لكل حادث حديث. باهي، خلينا نكمل لك سؤالي كان تسمح لي سي شكري. اتهامات بالتحايل والكذب والتستر على ملفات فساد من ابناء القطاع انتوما معناتها كتنسيقيه وطنيه ضد ابناء القطاع اللي هما المنتسبين للاتحاد، وقتها يولي التساؤل الكبير. فهمتني سي شكري؟ معناتها المواطن العادي اللي يسمع فيا يقول لك خويا هذوما هم زوز اولاد الصحه اليوم اللي قاعدين يحكيوا الاتحاد ولا التنسيقيه. فما انسان يخدم من اجل المصلحه الوطنيه انقاذ القطاع من اللوبيات، وكنا نعرفوا تتذكروا من 2019 وجائحة كورونا شعرت على القطاع، شورت من القطاع، فهمتني؟ هذايا راهو ماهوش كلام، هذايا راهو فعل. احنا ما عندناش على شنو باش نزيدوا وعلى شنو باش نقصوا، ونقولوا للمحسن احسن والمسيء اسأل. وكي نقولوا معناها من نقابيي الاتحاد راهو ماهمش الكل، وراهو كي نجبدوا في نقابيي ماناش نجبدوا في منظمه، لانه في المنظمه ثم شرفاء ووصلوا حتى ناس جمدة ترويحها في العمل النقابي مقابل باش ما يمشيوش مع الناس هذوما. ولكن ثم ناس قدمت للقطاع وثم ناس خدمت للقطاع. كي يقولوا نقابيين راهو مش معناها كلهم، راهو فيهم البعض. سي شكري، ملفات اللي قدمتوها من عام؟ عندكم اعوام قدمتوها؟ ثم ملفات خدمت عليها اولاد الصحه قبل حتى ما تكون التنسيقيه موجوده. نحكيو على 2018 و2019، وكي دخلت التنسيقيه وبدات تنشط الناس هذوما انضموا للتنسيقيه وتحركوا بالملفات تحت اشراف التنسيقيه. نستناو في ملفات اخطر من اللي صرحتوا بها على الاقل في الندوه الصحفيه سي شكري. ما نجمش نقول، خاطر ثم حاجات تكون عند القضاء وهو الفيصل الوحيد اللي ينجم يحكم فيه. متفاهمين؟ فما ملف باش يصدم التوانسه اليوم، فما ملف بالخطوره الكبيره اللي ما كناش نتصوروها كتوانسه كمتابع للشان العام مثلا سي شكري. قد يكون. توصلت حتى لوين ملفات الفساد هذايا؟ مازال ما نجموش، قلت لك ثم حاجات ما نجموش نصرحوا عليها تو. ثم حاجات ما نجموش نصرحوا عليها حاليا. ولكن اللي نقولوه ان شاء الله القادم افضل من اجل انقاذ المؤسسه نتاعنا، ومن اجل معناها اعاده الشعاع الحقيقي لقطاع الصحه. معناها عالميا وقتها هذيك النجاح نتاعنا ككل هو معناها ترجع لوزارة الصحة وترجع شعاع الصحة، وتعرف اللي انت اليوم اليد العاملة التونسية في مجال الصحة مطلوبة معناها في كل الدول. اليوم قاعدين نخسروا في أكثر من كفاءات. صحيح، هجرة ما زالت متواصلة وهذه باش تأثر على المنظومة الصحية كاملة. وإذا كان باش تتواصل عملية معناها الضرب هذايا للقطاع، راهو تأكد باش يجي نهار باش تلقى العباد الكل حتى اللي عنده ديبلوم وباش يخدم يقول لك أنا نمشي نخدم صنايعي، نخدم أي صنعة أخرى خيرني. سي شكري المبروكي، الأمين العام للتنسيقية أعوان التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة. ان كرو ميرسي حصريا. تلقاو الانتجريتي دانترفيو على الباج اوفيسيال فيسبوك لرجل حياة فهم تصريحات اختيره ملفات فساد. يقول لك اليوم تصوروا الصيدليه المركزيه تملك 67.7% اسهم في شركه صناعه الادويه التونسيه وعندها دبوات فارغه ويكريو البرة، ما ثماش نقابي ما دخلش، شكون من عائلته واقاربه الموسعه ودخل خدم وما خفي كان اعظم.
بخمم واصلين معكم حتى لحد 11:30، ما تبعدوش، انا رجعي.